عاصفة الحرب الروسية الأوكرانية بدأت الآن تتجه على المستوى العسكري باتجاه دول حلف الناتو وأوروبا بشكل عام، وهذا جاء بتصريحات مثيرة نشرت يوم أمس لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش ماروفيسكي. هذا الرجل هو الذي وضع تصريحات هزت الأوساط الأوروبية بأكملها، الأوساط البولندية، نقلت الكثير والمزيد من التفاصيل القادمة من رئيس الوزراء البولندي، كذلك CNN الأمريكية، BBC البريطانية، كلهم تحدثوا عن تطورات خطيرة تأتي على الحدود بين بيلاروسيا وبين الدول الأوروبية. هذه هي الآن الحدود الساخنة طبعا في هذه المنطقة التي سنركز عليها. وهنا كما نلاحظ بداية بأننا أمام ليتوانيا، وهي طبعا من أعضاء حلف الناتو، هنا بولندا كما نلاحظ، وأيضا هنا سنلاحظ بأننا أمام كالينينغراد التي هي طبعا تعتبر مدينة روسية تأتي مطلة على ليتوانيا، على بولندا، مطلة على بحر البلطيق، ولهذا يطلقون عليها رأس حربة روسيا في خاصرة الغرب، في خاصرة حلف الناتو. التفاصيل هنا تتحدث عن قوات فاغنر تحديدا الروسية، بعد كل ما شهدناه من قوات فاغنر من زحفها إلى موسكو لمدة 24 ساعة طبعا، وكانت هنالك وساطة بعد ذلك بيلاروسية لإنهاء ما رأيناه طبعا في الداخل الروسي، أدى هذا الأمر إلى هذه القوات أن تتجه أغلب عناصرها وأن تتواجد في بيلاروسيا لتدرب طبعا القوات البيلاروسية وتتمركز في عدد طبعا من المعسكرات تحديدا البيلاروسية. والحديث هنا بأن قوات فاغنر تحديدا قد تحركت باتجاه هذا المعبر الذي ترونه، المعبر المتجه من بيلاروسيا إلى كالينينغراد، ولكنه مطل أيضا على ليتوانيا وكذلك على بولندا، ويطلقون عليه هنا ممر زفالكي تحديدا. والحديث بأن قوات فاغنر وصلت هنا، دعونا نقترب من هذه المنطقة بشكل أكبر لكي نلقي نظرة تفصيلية عن ما جرى. الحديث هنا من رئيس الوزراء البولندي وجميع المصادر التي رأيناها بأن 100 عنصر من قوات فاغنر قد وصلت ودخلت إلى ممر سفالكي، وبأنهم سيعملون على عملية إدخال المزيد من الهجرة الغير شرعية إلى بولندا، إلى أوروبا بشكل عام، بل إن السلطات البولندية لم تستبعد أبدا بأن من الممكن أن ترتدي قوات فاغنر ملابس القوات الحدودية أو القوات الحدودية البيلاروسية، طبعا يتنكرون بها، هم في الحقيقة من قوات فاغنر لكنهم مرتدين لملابس القوات الحدودية البيلاروسية. بالإضافة إلى ذلك، ممكن لقوات فاغنر أساسا أن يدخلوا كلاجئين، كمواطنين، كمهاجرين غير شرعيين، ويدخلون إلى أوروبا بشكل مباشر، وهذا ليس صعبا أبدا على قوات فاغنر من أن تحققه، رغم أن هنالك سياجا كبيرا من قبل بولندا من أجل أن تمنع طبعا الهجرة الغير شرعية في هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال، إذا ما ألقينا نظرة على صور حديثة قادمة لعدد من المهاجرين الغير شرعيين الذين هم عادة يأتون من الدول العربية مباشرة إلى بيلاروسيا، يدخلون إلى بولندا ومن ثم يتجهون طبعا إلى ألمانيا. على سبيل المثال، هذه واحدة من الصور التي توضح كيف أنهم يخترقون السياج الخاص ببولندا الموجود في ممر سفالكي الذي تحدثنا عنه الآن، ولاحظ كيف هم يغيرون الأمور ولا مشكلة نهائيا ويخترقون هذا السياج بهذا الشكل. لاحظ تاريخ هذا المقطع الذي ترونه في 21 طبعا من مايو من هذا العام، من عام 2023، المهاجرين يصلون ويدخلون إلى بولندا وبعد ذلك يتجهون إلى ألمانيا من دون مشاكل. بالتالي بالنسبة لقوات مختصة خطيرة مثل قوات فاغنر أن تجد طريقها إلى هذا الممر، ليس صعبا عليها أن تجعل هذه الهجرة تتدفق بشكل أكبر طبعا إلى أوروبا. ما هو الهدف الأساسي هنا من هذه المسألة وما تتحدث عنه بولندا بشكل عام؟ هنالك أهداف استراتيجية لا بد من الانتباه لها. طبعا بالنسبة لقوات فاغنر أن تكون متواجدة في هذه النقطة أولا، هي ستفتح ضغطا كبيرا على ليتوانيا التي كان قد عقد فيها قمة، وعقدت فيها طبعا قمة الناتو الأخيرة التي تم إقرار العديد من الأسلحة والمساعدات لأوكرانيا لمواجهة طبعا القوات الروسية، وتم إعلان عن عملية إدخال أيضا الذخائر العنقودية وغيرها من التفاصيل التي رأيناها. وأيضا هي ستفرض ضغطا أيضا على بولندا التي تتحدث بأن الوضع خطر جدا
على ما تحدث عنه طبعا بشكل مباشر رئيس الوزراء البولندي بأنهم سيضغطون على بولندا من خلال كما تحدثنا الهجرة الغير شرعية، أن يذهبون إلى ألمانيا، زيادة الضغط بشكل أكبر من خلال هذه الهجرة، وأيضا هم أن يدخلون كعناصر كمهاجرين غير شرعيين يستقرون في بولندا في ألمانيا، وقد يسمح لهم هذا الأمر أيضا بإدخال السلاح لإشعال الموقف في بولندا. وبولندا طبعا هي تعتبر الشريان الرئيسي لأسلحة الناتو والمعبر الرئيسي لدخول أسلحة الناتو إلى داخل أوكرانيا لكي تستخدم طبعا ضد القوات الروسية، أن تشعل الموقف وأن تزعزعه في بولندا في ألمانيا من خلال مثل هذه التحركات. هي بكل تأكيد ستنفع القوات الروسية على المدى البعيد، وتظهر بأنهم يمتلكون الآن قوة كبيرة قد دخلت إلى هذه المنطقة، والمسألة جادة للغاية فيما هو قادم تجاه بولندا. المسألة ليست فقط بهؤلاء 100 عنصر الذين نتحدث عنهم من قوات فاغنر الذين دخلوا طبعا إلى هذا الممر، لا أبدا، بل إن هنالك تحشيدات عسكرية ومناورات عسكرية وتدريبات عسكرية تقوم بها قوات فاغنر على الحدود مع بولندا من الداخل البيلاروسي بشكل مباشر. فكانت هنالك طبعا لقطات قد نشرت مقطعا مصورا مؤخرا من الصفحة الخاصة والرسمية بقوات فاغنر في 23 يوليو قبل 7 أيام كما تلاحظون تقريبا، نشروا هذا المقطع المصور الذين يقولون فيه بأن قوات فاغنر تظهر وهي تدرب القوات البيلاروسية كما تلاحظون بهذا الشكل. قوات ممكن أن تستفيد منها أي قوات أو أي جيش في العالم، قوات فاغنر ليست بالعادية. ولكن هنا لقطة لطائرة درون طبعا تحلق وتصور، وفجأة طبعا تصور الموقع بشكل واضح لهذه المنطقة. لم يقولوا أين هذا الموقع ولم يحددوه من خلال طبعا الصفحة الخاصة بهم، ولكن ممكن أن نصل إلى طريق لأن هنالك مصادر تتحدث عن طبيعة هذا الموقع وأين من الممكن أن يتواجد. طبعا إذا ما حاولنا أن نقترب من الصورة التي ظهرت لنا سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات، نلاحظ بأننا أمام غابات طبعا في هذه المنطقة، سنلاحظ أن هناك شكل مثلث وكأنه على شكل مثلث على جانب الطريق بجانب هذه الانعطافة. طبعا نحن أمام تقاطع للطرق كما هو واضح، هذه العلامة مميزة التي نتحدث عنها على الشكل المثلث والانعطافة مهمة للغاية، وأيضا تأتي غابات أخرى في هذه المنطقة. وستلاحظ بأننا أمام تشكيلة ولحسن الحظ أنها مميزة للغاية لكي نميزها طبعا على القمر الصناعي. سنلاحظ بأننا 1، 2، 3 بمربع واحد بالنسبة لهذه الشجيرات على ما يبدو الصغيرة أو الأشجار طبعا إن صح التعبير، هي بمسافات مميزة، شجرة كبيرة هنا، مجموعة من الأشجار الصغيرة، وطبعا انعطافة في الطريق هي تنفع كثيرا في معرفة طبيعة هذا الموقع. بالتالي هذا ما يجب أن نبحث عنه، لكننا لا نعرف أين هي هذه المنطقة بالضبط، ممكن أن تكون في أي مكان. طبعا جاءت المصادر لتتحدث بنقلا عن وزارة الدفاع البيلاروسية وبعض المصادر الأخرى أكدت بأنها تأتي في منطقة يطلق عليها بريست، وهي طبعا تأتي على الحدود بين بيلاروسيا وبين بولندا. وإذا ما حاولنا أن نقترب من بريست هنا لنحاول أن نعرف هذه المنطقة هل فعلا هي تتواجد هنا، سنلاحظ إلى جنوب بريست في هذه المنطقة الترابية أن هذه نقطة عسكرية فيها عدد من المعالم العسكرية. على سبيل المثال إن نتجه إلى شمال شرقها بالقرب منها ستجد العديد من المباني العسكرية، على سبيل المثال ستجد مدرعات ودبابات على ما يبدو، واضح جدا بأن ما نتحدث عنه. أيضا نحن هنا أمام مطار، مهبط عسكري، هنا مروحية كما تلاحظ وهي عسكرية، أيضا بعض القطعات العسكرية الموجودة في منتصف هذه المنطقة الترابية وهي تتحرك. بالتالي معالم التحركات العسكرية موجودة في هذه المنطقة، ومثل التقاطعات هذه التي رأيناها للطرق مع الأشجار والغابات تأتي تقريبا هنا بهذا الاتجاه. سنلاحظ بأننا طبعا أمام غابات هنا كثيفة، وسنلاحظ هنا تقاطعات الطرق التي تحدثنا عنها. بالتالي من الممكن للغاية أن تكون المنطقة في أي اتجاه هنا من هذه النقاط التي ترونها. بالتالي ممكن أن ندقق على هذا الطريق أو هذا الطريق على سبيل المثال كبداية لكي نحاول أن نجد هذه المنطقة. طبعا بتمشيط المنطقة بالكامل ستعرف
بأن النقطة الوحيدة المتطابقة مع ما رأينا هي هذه النقطة، لأنك ستلاحظ بأن كمامة نفس تقريبا الأشجار أو الغابات التي لاحظناها، وهذه المنطقة المثلثة التي تحدثنا عنها طبعا مع الانعطافة، هنا أشجار مرة أخرى، طريق منعطف، إذن نحتاج أن نقوم بالتفافة على مستوى على درجة 180 درجة طبعا لكي نحاول أن نتأكد من التفاصيل التي رأيناها، وعلى ما يبدو أن كل شيء هنا سيكون متطابقا بالنسبة لما رأيناه، ليوضح لنا بأن هذا هي المنطقة التي تحدثنا عنها، لتوضح بأن ليس هنالك اختلافا أبدا من الصورة التي رأيناها قبل قليل. وستلاحظ هنا 1 2 3 وهذه هي المنطقة الأشجار المتقاربة التي رأيناها، وطبعا ستلاحظ أيضا بأنك أمام هذه الشجرة الكبيرة أيضا ومجموعة الأشجار، هي في حقيقة الأمر طبعا أيضا هنا شجرة أخرى واضحة، وهنا طبعا الشجيرات أو الأشجار المميزة، وإذن كل شيء متطابق مما رأيناه من الصورة الخاصة بالطائرة المسيرة لقوات فاغنر. إذن هذا يعني أن قوات فاغنر فعلا متواجدة على الحدود مع بولندا وتقوم بتدريبات ليست بالعادية، هم متحشدين في هذه المنطقة، وما يتحدث عنه البولنديون ليس فيه أي مبالغة نهائيا. وبالتالي بالنسبة طبعا لهذه المنطقة، إذا ما أردنا أن نعرف، بما أنهم هم يتدربون هنا كما لاحظنا، فإنهم لا يبعدون إلا ما يقارب 4.5 كيلومترا فقط عن الدخول وعن الحدود البولندية. لاحظ خطورة هذا الموقف، كان الكل يتوقع هذه القوات ممكن أن تتجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف على سبيل المثال، ولكن ها هي تتجه باتجاه بولندا. ولكن البعض قد يستغرب، يعني كيف ممكن لقوات فاغنر الآن أن تأتي توجيهات من بوتين وأن تتحرك بهذا الاتجاه بعد كل ما جرى؟ من المفترض أن يكون هنالك خلافا بين بوتين وقائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين. الحقيقة تبدو مختلفة تماما، خاصة نحن شهدنا تصريحات قادمة من الكرملين ثبتتها عدد من الأوساط الأمريكية والغربية مثل بوليتيكو، بأن يفغيني بريغوجين التقى ببوتين بعد كل ما جرى تجاه موسكو والانقلاب وغيرها وكل هذه الأمور التي سمعناها، بحضور طبعا عشرات الضباط، 35 جنرالا تقريبا أو عنصرا مهما أمنيا كان حاضرا في هذا الاجتماع بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك بأن كان هنالك لقاء مؤخرا بين ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهر طبعا لوكاشينكو يتحدث له بهذا الشكل لبوتين بأن قوات فاغنر يضغطون علينا، يريدون الذهاب طبعا إلى الغرب ويدخلون إلى بولندا، وظهر وهو يبتسم بهذا الشكل القيصر الروسي طبعا فلاديمير بوتين، وواضح جدا هو ليس منزعج أبدا من فاغنر ومن قصتهم أنهم يريدون الذهاب إلى الغرب والدخول إلى بولندا وغيرها. كانت هذه مسألة أيضا مثيرة، توضح لك أن ليس هنالك الكثير من الخلافات، بل أن الفاينانشال تايمز كانت قد وضحت بأن يفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر موجود في سان بيترسبرغ أثناء طبعا انعقاد القمة الروسية الأفريقية، وظهرت له صورة مع أحد القادة الأفارقة الذين حضروا في سان بيترسبرغ في روسيا، هو ليس في بيلاروسيا، وطبعا هذه القمة رعاها بشكل رسمي وبشكل شخصي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتقى فيها القادة من الدول الأفريقية ووضع الكثير من الوعود، وهذا يوضح بأن هنالك تقارب ليس بالعادي أبدا بين يفغيني بريغوجين وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.